عادل قال لي في وقت ما قال لي طاهر، محمد طاهر هو اللي هيكمل المسيره بتاعت محمد صلاح من المقاولين العرب. فكره تشبيهك بصلاح، فكره الخليفه لفلان الفلاني، تشوفها فكره محببه ولا لا؟ مفيش حد شبه التاني، كل واحد له ستايل لعبه، كل واحد له دماغه. ده تالق بس بشكل معين، وده هيتالق بس بشكل تاني وبطريقه تانيه. انا ضد الموضوع ده تماما. يعني انا طبعا ان انا باشمهندس محمد عادل يشبهني بلعيب كبير زي الكابتن محمد صلاح، ده حاجه انا ألف هتمسكني. النجاح، لكن مش في الطريقة، مش في الستايل، لا في النجاح، ألف يعني النجاح. طبعا ده حاجه يعني اي حد يتمناها انه يوصل للمستوى اللي محمد صلاح وصل له. بس تشبيه بقى فنيا او تشبيه عنده نفس الستايل او عنده نفس طريقه اللعب او التشبيه ده، انا بالنسبه لي كل لعيب ليه اسمه، كل لعيب ليه يعني الدور اللي بيأدي بيه. يعني صحيح. مثلا لو لعيب خلاص بنى اسمه في النادي ده في المركز ده، خلاص هو طالما يعني مثلا لو قاعد في النادي او مشي، خلاص هو ده لعيب جه، و يعني ده هيفضل بالاسم بتاعه. صحيح. اللعيب بقى اللي هيجي مكانه، لا يعني كل واحد مختلف عن التاني. زي يعني فكرة أبو تريكة غير عبد الله السعيد، واللي بعد عبد بالظبط الله السعيد غيره، كل بالظبط واحد له ستايله، كل واحد بالظبط بيلعب بطريقته بالظبط اللي في النهاية بتخدم التيم بالظبط بتاعه. صحيح.